استاذن حضرتك بينضم لنا على التليفون الدكتور محمود كوبيش الفقيه القانوني والدستوري. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا استاذ دكتور. يعني احنا في اشكاليه متعلقه بمساله دخول رجال الامن الى مقر نقابه الصحفيين ووصف ذلك الامر بانه مخالف للاعراف ومخالف ربما للقانون، ممنوع دخول النقابات وممنوع دخول مكاتب المحامين. تعليق حضرتك. يعني انا ساكون امينا تماما، يعني في المساله القانونيه مخالف للاعراف دي حقيقه ما حصلش قبل كده. الملائمه برضو انا بتفق انه لم يكن ملائما، لكن من الناحيه القانونيه البحته ما فيش. يعني عندي نص ماده 100 ماده 70 تقريبا اللي بتقول انه لا يجوز تفتيش النقابه الا بشروط معينه، يعني بحضور نقيب الصحفيين او نقيب النقابه الفرعيه او وكذلك بمعرفه احد اعضاء النيابه العامه. لا يجوز تفتيش ولا لا يجوز ضبط؟ التفتيش. المشكله ان هناك، طب اللي حصل ده اسمه تفتيش يا دكتور ولا اسمه هناك فرق بين الدخول للتفتيش. التفتيش معناه البحث عن دليل بخصوص جريمة معينة، البحث عن دليل بخصوص جريمة معينة، وبين الدخول لتنفيذ أمر بالقبض. وده أنا قلته قبل كده من الناحية القانونية البحتة. أنت عارف إن المساكن لها حرمة، نعم، زي النقابات الأماكن الخاصة لا يجوز تفتيشها إلا بشروط خاصة. يعني تفتيش الأماكن لها شروط خاصة مختلفة عن القبض على الأشخاص. ومع ذلك عندما يكون هناك أمر بضبط أشخاص داخل المكان فيمكن تنفيذ هذا الأمر. ده من الناحية القانونية البحتة، أن هناك فرق بين التفتيش وبين دخول المكان لتنفيذ أمر بالقبض. لكن هو كان الكلام طبعا حول مدى الملائمة أخذ في الاعتبار وضع نقابة الصحفيين أو النقابات بصفة عامة، وأخذا في الاعتبار الوضع العام الذي أو الظروف الخاصة التي يعيشها المجتمع والدور المشرف للإعلام والصحفيين في الفترات السابقة في أنهم كانوا سندا للدولة، فما كان يجب يعني أن نثير بعض المشكلات أو بعض يعني نفس الرأي اللي حضرتك بتقوله بيتفق معاه هنا السادة النواب. الناحية القانونية سليمة، الناحية الأدبية عليها خلاف. يعني كان يعني أو الملائمة، ناحية الملائمة يعني الملائمة وفقاً للظروف واحترام النقابة باعتبارها هي المكان الخاص بجماعة لها دور تاريخي ولها دور في القريب حتى الماضي القريب في مساندة الدولة وفي مواجهة الإرهاب وفي مساندة رئيس الدولة والشعب المصري كله في مواجهة الإرهاب وفي طيب يا دكتور، دلوقتي الداخلية بتقول المشكلة مش عندي، المشكلة في قرارات النيابة العامة. يعني النيابة العامة هي اللي ضغطت على الداخلية حتى يتم الإسراع في هذا الأمر أو تنفيذ هذا الأمر أو هذا القرار. يعني الداخلية بتقول، يعني أنا هنا في النص. لا يعني النيابة بتصدر الأمر، الداخلية ملزمة بتنفيذ الأمر، لكن أنا عايز أقول من الممكن إيجاد بعض البدائل للتنفيذ. يعني في حاجة اسمها طلب الحضور، يعني ممكن كان الاتصال بالسيد نقيب الصحفيين لتمكينهم من أو أنه يوعز ليقوم بالإعاز للمطلوب القبض عليهم ولكي يتوجهوا إلى النيابة العامة يعني لتنفيذ الأمر. كان ممكن في وسائل أخرى أيضا وتقوم بالسرعة المطلوب، لكن طبعا الداخلية ملزمة بأن تنفذ أمر النيابة العامة. وصلت الصورة يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود كوبيش الفقيه القانوني والدستوري.